طيب عندنا كمان من الأمراض المزمنة آلام القدم وتورم القدم. لما تلاقي حد يعني رجليه مورمة، ها، يبقى الراجل ده حاجة من ثلاثة أربعة. رجليه مورمة ممكن عنده مشكلة في القلب، مرض القلب يورم الإيه؟ القدمين. رجليه مورمة عنده مشكلة في الكلى. رجليه مورمة عنده مشكلة في الكبد. رجليه مورمة عنده أملاح عالية ولما حواليها مية، أو هو بيدلدل رجليه كتير، حد جاي من سفر ولا حاجة وقاعد كتير قوي تلاقي رجليه مورمة. خلاص؟ ممكن رجليه مورمة إنها لما عندها ملح والملح بيلم حواليه مية. طبعًا دي بندلكها، أولًا نعالج السبب عشان بس ما نقول نعالج القلب، إذا كانت القلب نعمل رسم قلب ووظائف قلب، ونعالج الكلى ونعالج الكبد، ها؟ ولو عنده مشكلة في الأملاح بنعالجها، وبعد ما نعالج الحاجات الداخلية نبتدي نعالج حاجات موضعية. ان انا بدلكه بزيت زيتون، وان انا احط له حنه بقرض لغايه نص رجله، ها، او احط له صبار طري. الصبار الطري بيشيل ورم، بس بعد ايه؟ بعد علاج القلب وعلاج الكبد وعلاج الكلى. حساسيه ولا حاجه نشوف سبب الحساسيه ايه. مهم جدا ان انا اعالج صح. تعالج صح تجيب نتيجه صح. تمام، يلا.